بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العلي العظيم. توجد دار معروضة للبيع بقيمة 1,000,000 دينار، من يشتريها؟ الناس في إمكانية شراء هذه الدار ينقسمون إلى 5 أصناف. الصنف الأول: من له أكثر من 1,000,000 دينار، الأرباح الصافية له بعد استثناء الديون عنده أكثر من 1,000,000، أكثر من 1,000,000 بقليل، 1,100,000، أو أكثر من 1,000,000 بكثير، ملايين، عشرات الملايين. هؤلاء يتمكنون أن يشتروا هذه الدار بكل سهولة. الفئة الثانية: من يملك بعد استثناء الديون يملك 1,000,000 بالضبط، هؤلاء أيضا يتمكنون أن يشتروا هذه الدار، ولكن من دون وجود فائض لهم يساعدون به غيرهم. الفئة الأولى تتمكن أن تشتري وتساعد، الفئة الثانية فقط تتمكن أن تشتري هذه الدار، لا تتمكن أن تساعد أحدا. الفئة الثالثة: الذين عندهم أقل من 1,000,000، أقل من 1,000,000 بقليل، عنده 950,000
أو أقل من مليون بكثير، كل ما يملك بعد استثناء الديون 1000 دينار. هؤلاء لا يتمكنون أن يشتروا هذه الدار إلا إذا ساعدهم غيرهم بتكميل هذا النقص. الفئة الرابعة الذين ليس لهم شيء، صفر، الفئة الخامسة أسوأ من الفئة الرابعة، ليس لهم شيء وعليهم ديون، يعني تحت الصفر. هذا في شراء دار بقيمة 1000000. نفس هذه المعادلة في هذا الجانب طبعا، ونفس هذه الأقسام تكون لشراء الجنة، أن تكون لك دار في الجنة، نفس هذه المعادلة. الناس في إمكانية شراء الجنة، في إمكانية دخولهم الجنة، ينقسمون إلى هذه الأقسام الخمسة. بعض الناس طبعا أول شيء في يوم القيامة يحسبون حسناتك كم هي كذا، ثم يبدأون ينقصون من هذه الحسنات. حقوق الله عز وجل التي لم تؤدها، صلاة ناقصة، صيام غير تام، حج كذائي. حقوق الناس عليك، هذا الذي اغتبته، ذاك الذي أكلت ماله ظلما، خمس لم تؤده، الخمس فيه حق الله، فأن لله خمسه وفيه حق الناس وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ظلم ظلمت به أحدا من هذا القبيل، حسناتك يجمعونها، يستثنون منها حقوق الله عز وجل، تنقص الحسنات، يستثنون منها حقوق الناس، تنقص المقدار الذي يصفو كم هو. دخول الجنة مثلا يحتاج إلى 1000000 حسنة مثلا، كم عندك؟ الباقي الذي صفى الذي بقي كم هو؟ بعض الناس عنده أكثر من 1000000، كمثال أقول 1000000، إما أكثر من 1000000 بقليل، أو عنده ملايين من الحسنات، هذا بكل سهولة يدخل الجنة برحمة الله تعالى، ويتمكن أن يساعد غيره في دخول الجنة، عنده فائض، هذا عنده 500,000 نقص يعطيه، ذاك عنده 50,000 نقص يعطيه، ذاك عنده خمس حسنات نقص يعطيه، يتمكن أن يساعد يعطيه أيضا، يعطي آخرين. الفئة الثانية لا، بعد حساب الحسنات ونقص نسميها الديون، يصفو له 1000000 بالضبط، هذا الشخص يتمكن أن يدخل الجنة برحمة الله عز وجل، ولكن لا يتمكن أن يساعد أحدا. فئة ثالثة لا، الذي يصفو له أقل من 1000000، عنده نقص يحتاج إلى شفاعتك أنت، عنده نقص 10,000 حسنة، يتوسل بك، أعطني 10,000 حسنة. عنده نقص حسنة واحدة، يتوسل بك، أعطني حسنة واحدة، يطلب شفاعة. شفاعة يعني ماذا؟ يعني أن تقف إلى جانبه، تكون شفيعا، يعني ماذا؟ يعني تقف معه، لا يكون وحده. إذا أعطاك شخص
أكمل لك هذا الناقص تتمكن أن تدخل الجنة. عندك 900,000، عندك 999,999 مثلا، عندك نقص حسنة واحدة تحتاج إلى من يعطيك حسنة واحدة. فئة رابعة لا، ما عندها نقص، صفر، العياذ بالله. يوم القيامة يأتي ما عنده ولا شيء، عمل أعمالا ولكن الديون غطت كل أعماله، ليل نهار كان يتعبد كذا، الديون محسوبة. الذي يصفو له صفر. فئة خامسة العياذ بالله تعالى، حتى ليس صفرا، تحت الصفر، الديون غطت الحسنات. نعم انتهت الحسنات، تراكمت عليه ديون، ما عنده مليون حتى يدخل الجنة ولا عنده حسنة واحدة، لا، عليه 10 ملايين للآخرين. تعال غطي 10 ملايين تو تصير صفر. من هنا نعرف جانبا من جوانب الشفاعة. الشفاعة هنا بعض الناس عنده فائض يتمكن أن يشفع بمقدار فائضه، عنده فائض قليل يتمكن أن يساعد شخصا واحدا، 5 أشخاص، عنده مليون إضافي، هذا المليون يقسمه بين 10 أشخاص من أحبابه، خلاص انتهى المليون الفائض، خلاص لا يتمكن أن يساعد شخصا آخر. بعض الناس عندهم فائض كبير جدا، يحتاج مليون، عنده مليارات، اشفع، اشفع اللي عنده نقص واحد، واشفع اللي عنده هو صفر ما عنده ولا شيء، اعطيه مليون ادخله الجنة، اشفع ذاك الذي عنده هو تحت الصفر، عنده ناقص، عنده عفوا صفر وتحت الصفر، عنده ديون، كم عليه ديون؟ 10 ملايين، اعطيه 10 ملايين، هاي ملايين يحتاجها، مليون اضافي، مليونهم للجنه، لدخول الجنه. الشفاعه كبيره، الرسل، الاوصياء، كيف نرى ان الرسول في كل امه يتمكن ان يشفع لكل امته؟ يعني ماذا؟ يعني عنده فائض كبير جدا يغطي مشاكل كل أمته إذا أراد، ويأتي هناك محمد وآل محمد صلوات الله عليه، عندهم فائض لا يغطي فقط الأمة هذه، يغطي كل أهل العالم. تغطي ليس فقط المليون لدخول الجنة، تغطي الديون أيضا. شخص 100 مليون تحت الصفر، هذا يحتاج إلى 100 مليون حتى يخرج من جهنم، حتى يعتق من النار، يعطونه. الآن يحتاج مليون مثلا إلى أن يدخل الجنة، يعطونه بإمكانهم حسب ما يرون. الحسنات والسيئات، هذا طبعا مثال، نذكر أعدادا أرقاما، هذا مثال. قضية الشفاعة أعمق بكثير بكثير من هذا الذي ذكرنا، هذا تقريب الصورة. عندك فائض تتمكن أن تشفع، عندك نقص والعياذ بالله تحتاج إلى شفاعة. الحسنات والسيئات ليست نافعة في النافعة الحسنات وضارة السيئات، ليست فقط في القيامة، جزء منها في الدنيا.
الحسنات لها آثار إيجابية، السيئات لها آثار سلبية حتى في الدنيا. لماذا ورد أن الإنسان يقترب من الطيبين، الإنسان يبتعد عن الخبثاء؟ لماذا؟ الطيب يؤثر، الطيب يؤثر في الدنيا، عمله يؤثر، عمله يؤثر في نسله أثرا إيجابيا، هذا طيب، تحمل مشاكل، تواضع لهذا وذاك من المؤمنين، سمع كلمة من مؤمن ما رد عليها، عمل أعمالا صالحة. هذه الأعمال الصالحة بعض آثارها في نسله في الدنيا، بعض آثارها في أصدقائه، حتى الصديق ينتفع، الصديق في الدنيا ينتفع من طيب صديقه، غير الآخرة، غير الشفاعة في الآخرة، حتى في الدنيا ينتفع. العياذ بالله تعالى، الخبثاء يؤثرون أثرا سلبيا في نسلهم، في أصدقائهم. الحساب، المعادلة أعمق مما ذكرنا بكثير. آثار دنيوية، يقال أن سيد حسين القمي رضوان الله تعالى عليه، فقيه كبير، المرجع الأعلى في زمانه، كانوا في سفر مع مجموعة من أصحابه من الفقهاء، يقال هكذا الذي يتذكر من القضية، السيارة، السيارات القديمة، القضية قبل لعله ما يقارب من 90 سنة، السيارة تعطلت في الطريق، الطرق الوعرة والسيارات التعبانة تحتاج تصليح، هذا التصليح يطول ساعات. مجموعة فقهاء جلسوا تناقشوا، استفادوا من وقتهم ساعة ساعتين نقاش علمي، هذا يستفيد ويفيد، ذاك يستفيد ويفيد، هذه من أعظم العبادات. ساعة ساعتين تعبوا، بدأوا يتجولون في الصحراء في تلك المنطقة، يكتشفوا إن شاء الله هم عمل حسن. أحدهم انزوى عنهم بعد النقاش، انتهى النقاش، الآن ونسى، لا ما أريد ونسى، انزوى عنهم زاوية، انشغل بالعبادة، هذه العبادة الاجتماعية، الاستفادة والإفادة، ثم انشغل بعبادة فردية، صلاتهم، عبادتهم، قراءة قرآن. بعد ساعات السيارة جاوزت، تعالوا تفضلوا، جاؤوا. أصحاب ذلك الفقيه سألوا منه ماذا صنعت؟ قال كنت حتى يتعلموا، قال كنت شغلت ببعض العبادات. ماذا صنعت؟ صليت بعض الصلوات، قرأت 8 أجزاء من القرآن، استفدت من وقتي، لحظات وقتي هذه ثمينة. يقولون سيد حسين القمي قال لأصحابه الفقهاء، قال لو رأيتم أولاد هذا الفقيه ارتقوا أي رقي لا تستغربوا، هذا من آثار أبيهم، الأب الطيب يؤثر في أولاده، نعم عنده رصيد فائض دنيوي مثل الشخص الذي عنده رصيد مادي مالي إضافي، يتمكن أن يخدم أولاده، يتمكن أن يخدم أصدقائه، عنده فائض، هذا عنده فائض، فائض دنيوي، آثار دنيوية للأعمال الصالحة. العياذ بالله تعالى، الأعمال السيئة آثار دنيوية فيها، ابتعد عنه. صاحب الأعمال السيئة، الإنسان أجلكم الله الخبيث، ابتعد عنه، يؤثر سلبا عليك، حتى على أصدقائه يؤثر سلبا. ولكن الأصل في الآخرة،
هناك عبارة جدا جدا جميلة، جميلة جدا وبالنسبة إلينا مريحة جدا. بالنسبة إلينا هذه العبارة تحمل أملا من أعظم ما يتصور من الآمال. عبارة جدا جميلة في إحدى زيارات المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: بكم 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 بكم، إلى أن نقرأ وبكم يا آل رسول الله، أنتم بكم، وبكم يدرك، يدرك يعني يتدارك، وبكم يدرك الله الترة، ترة يعني نقص، وبكم يدرك الله الترة كل مؤمن يطلب بها. اللهم صل على محمد. المؤمن النقص الذي عنده الله عز وجل يتداركه بكم. صير نقص، نعم الله يتدارك هذا النقص بكم. وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها، يطالب بهذه الترة، حساب دقيق في يوم القيامة، نقص عنده، حساب بالملي حسب تعبيرنا، بالمثاقيل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة، مثقال يعني ثقل، وزن يعني وزن ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والعياذ بالله تعالى. بكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. كيف يتدارك؟ أقرأ لكم حديثا شريفا وأختم كلامي. الحديث حديث مفصل، أنا أقرأ لكم مقطعا من هذا الحديث الشريف. هذا المقطع أيضا طويل، أقرأه بسرعة من دون تعليق. الحديث في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في مقطع من هذا الحديث الشريف: أما إن منظر في يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وآله يذكر هذا المنظر، هذا الذي سيحدث: أما إن من شيعة علي لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع له في كفة سيئاته من الآثام ما هو أعظم من الجبال الرواسي والبحار التيارة، والعياذ بالله تعالى. البحار التيارة يعني البحار السريعة الجريان الكثيرة الماء، هكذا آثامه، هكذا. تقول الخلائق مع هذا الوضع، هذا وين مكانه؟ ذنب واحد لا يغفر يدخل الإنسان إلى نار جهنم، ذنب واحد، أصغر الذنوب، لا أقول ذنب كبير، أصغر الذنوب، واحد واحد ذنب واحد من أصغر الذنوب إذا لم يغفر يدخل الإنسان إلى نار جهنم، العياذ بالله تعالى. هذا عند هذا الكم الهائل حسب تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله، أصدق خلق الله رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أعظم من الجبال الرواسي والبحار التيارة. تقول الخلائق: هلك هذا العبد، خلاص منتهي هذا، فلا يشكون أنه من الهالكين وفي عذاب الله تعالى من الخالدين، لا يشك أحد في القيامة. فيأتيه النداء من قبل الله عز وجل: يا أيها العبد الخاطئ الجاني هذه الذنوب الموبقات، الجاني هذه الذنوب الموبقات، فهل بإزائها حسنات تكافئها؟ عندك حسنات تغطي هذه السيئات؟ نعطي من حسناتك إليهم، إلى هؤلاء الديان، عندك، فتدخل جنة الله عز وجل برحمة الله، أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله. يقول العبد: لا أدري. طبعا هو يدري، ماذا يقول؟ عنده حسنات؟ يقول: لا أدري. فيقول منادي ربنا عز وجل:
فإن ربي يقول لك أنت، أنت العبد الخاطئ الجاني، فإن ربي يقول نادى في عرصات القيامة، أطلب مساعدة، من يساعدني؟ نادى في عرصات القيامة، ألا إني فلان ابن فلان من أهل بلد كذا وكذا، قد رهنت بسيئات كأمثال الجبال والبحار ولا حسنات لي بإزائها، فأي أهل هذا المحشر كانت لي عنده يد؟ أنا خدمته، من الناس قدمت له خدمة، كانت لي عنده يد أو عارفة، يعني معروف أو عارفة، فليغثني بمجازاتي عنها، فهذا أوان شدة حاجتي إليها. فينال هذا الشخص الملك يقول له نادي في العرصات، هكذا نداء، فينادي الرجل بذلك، يوجد من يجيبه؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول فأول من يجيبه علي بن أبي طالب. لبيك لبيك لبيك، الإمام هكذا يقول له من بعيد يناديه، لبيك 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 أيها الممتحن في محبتي، أنت كنت من شيعتي من محبي، المظلوم بعداوتي، الذين عادوني أنا ظلموك أنت. الإمام من بعيد يناديه أولا، ثم يأتي هو المولى صلوات الله عليه، ثم يأتي هو ومعه عدد كثير وجم غفير من شيعته، يأتون عدد كثير يريدون أن يساعدوه، وإن كانوا أقل عددا من خصمائه الذين لهم قبله الظلامات. لا، خصمائه أكثر عدد، هذا هؤلاء الشيعة الذين يأتون مع مولاهم لمساعدته عددهم أقل. فيقول ذلك العبد، فيقول ذلك العدد أولئك الذين كانوا مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يا أمير المؤمنين نحن إخوانه المؤمنون، كان بنا بارا ولنا مكرما، وفي معاشرته إيانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعا، يحسن إلينا ويتواضع لنا، وقد نزلنا له عن جميع طاعاتنا وبذلناها له، كل طاعاتنا تنازلنا لهذا الشخص، كل الطاعات، يعني ما بقي لكم شيء. فيقول علي صلوات الله عليه فبماذا تدخلون جنة ربكم إذا أعطيتم كل الطاعات لهذا الشخص، ماذا يبقى لكم؟ فيقولون برحمة الله الواسعة التي لا يعدمها من والاك ووالى آلك يا أخ رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نصير صفرا، عندنا شيء، الذي عنده هذا الشيء لا يعدم دخول الجنة. فيأتي النداء من قبل الله عز وجل، يا أخ رسول الله، هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له، فأنت ماذا تبذل له؟ فإني، الله عز وجل يقول، فإني أنا الحاكم، أو أنا الحكم في نسخة أخرى، ما بيني وبينه من الذنوب قد غفرتها له بموالاته إياك، وما بينه وبين عبادي من الظلامات فلا بد من فصل الحكم بينه وبينهم، حقي أنا أسقطته، حق الناس بقي. فيقول علي صلوات الله عليه، يا رب أفعل ما تأمرني، ماذا أفعل؟ أنت أمرني. فيقول الله عز وجل، يا علي اضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله، قل لخصمائه أنا أعطيكم بدل هذا الشخص، أنا أعطيكم من حسناتي. فيضمن لهم، فيضمن لهم علي صلوات الله عليه ذلك، ويقول لهم للخصماء، ويقول لهم اقترحوا علي ما شئتم أعطكموه عوضا عن ظلاماتكم قبله، ماذا تريدون أعطيكم؟ فيقولون، يا أخ رسول الله،
هذه الذنوب الآثام التي النبي صلى الله عليه وآله عبر عنها أعظم من الجبال الرواسي والبحار التيارة، ليست قليلة. في مقابل هذه ماذا تريد؟ ماذا تريدون؟ يقولون، فيقولون: يا أخ رسول الله، تجعل لنا بإزاء ظلاماتنا قبله ماذا؟ ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيتوتتك على فراش محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. ثواب نفس واحد. فيقول علي صلوات الله عليه: قد وهبت ذلك لكم. فيقول الله عز وجل: فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علي فداء لصاحبه من ظلاماتكم. أعطاهم ثواب نفس واحد من أنفاسه ليلة المبيت. انظروا، ويظهر الظاهر الكلمة هكذا، أو يظهر، يظهر لهم ثواب، أو يظهر الله عز وجل لهم الثواب، ويظهر لهم ثواب نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها وخيراتها، فيكون من ذلك ما يرضي الله عز وجل به خصماء أولئك المؤمنين، ثم يريهم بعد ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، في نسخة أخرى ولا خطر على قلب بشر. هؤلاء يستغربون، يرون هذا الشيء الهائل، يتصورون أن هذا كل الجنة. فيقولون: يا ربنا، هل بقي من جناتك شيء؟ إذا كان هذا كله لنا، فأين يحل سائر عبادك المؤمنين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: ويخيل إليهم عند ذلك أن الجنة بأسرها قد جعلت لهم. فيأتي النداء من قبل الله عز وجل: يا عبادي، هذا ثواب نفس من أنفاس علي بن أبي طالب الذي قد اقترحتموه عليه، قد جعله لكم، فخذوه وانظروا. فيصيرون هم هؤلاء الخصماء الذين أعطاهم الإمام، وهذا المؤمن الذي عوضهم علي عنه إلى تلك الجنان، يذهبون إلى الجنان. ثم يرون ما يضيفه الله عز وجل إلى ممالك علي صلوات الله عليه في الجنان، ما هو أضعاف ما بذله عن وليه الموالي له مما شاء الله عز وجل، من الأضعاف التي لا يعرفها غيره. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي قرأ آية قرآنية، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ المعدة شجرة الزقوم يا رسول الله، المعدة لمن؟ أم شجرة الزقوم المعدة لمخالفي أخي ووصي علي بن أبي طالب؟ اللهم صل على محمد. لازلنا في الدنيا نتمكن أن نستزيد من الحسنات، أن نتوب من السيئات، أن نتقرب إلى الطيبين، إلى سادة الطيبين صلوات الله عليهم. وللحديث صلة إن وفقنا لها. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.